مساء الخير، مساء الجمال على كل مشاهدي برنامج هاند ميد وبس. وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات لحد النهارده. النهارده معايا حلقه قويه جدا، علشان كده حابه ابدا اول فقره على طول، وهي فقره خاصه جدا عن الازياء التراثيه مع مصممه الازياء التراثيه جيهان المجد. برحب بك يا جيهان. اهلا بك جيهان. في البدايه كده انا حابه اعرف انت امتى دخلتي مجال الازياء وليه اخترتي التراثي بالتحديد؟ انا دخلت مجال الازياء لما اتجوزت وقعدت في سينا. قعدت في سينا؟ قعدت في سينا. انا مش سيناويه الاصل، بس انا رحت اما اتجوزت قعدت في مدينه راس سدر في جنوب سينا. تمام. فلقيت السيدات هناك بتشتغل كليم وبتشتغل خرز وبتشتغل بعض حاجات على الاتواب وبتعمل طرح وحاجات. شغل سيناوي كله؟ شغل سيناوي صرف. تمام. فالحاجة عجبتني، والألوانات جميلة جدا، وألواناتهم بقى اللي هي البرتقاني والأصفر والأحمر، يعني بتعمل عملية جذب. فقمت شوية، طبعا أنا لسه ما تعرفتش عليهم، بعد كده تعرفت عليهم، بدأت أشوفهم بيعملوا الحاجة إزاي. طب انتوا بعد كده بعد ما بتعملوا الحاجه دي بتعملوا ايه؟ بيودوها بقى للبازارات اللي هي كانت سانت كاترين وشرم الشيخ. فبدا الموضوع بقى يشغلني، طب ليه ما يبقاش على نطاق اوسع؟ ليه ما نغيرش فيه شويه، بحيث ان هم هنا بيعملوه كبس حاجه للزينه ليها للست نفسها، او عشان خاطر سياحه صرف. طب ليه بقيه البنات والسيدات في مختلف الجمهورية بتاعتنا ما تلبس حاجة زي كده؟ فبدأ بقى من هنا بدأت الشغل بتاعي. كان بقى سنة لك كام سنة كده؟ لا ده أنا يعني أنا داخلة في أكتر من 20 سنة. ما شاء الله. فترة كبيرة. طب برضه أسألك، هل تحتاجي أن أنت تكون عندك موهبة ولا لازم تكوني دارسة؟ لا، هي الأول ممكن يعني بالموهبة. الموهبة. الدراسة دي فيما بعد علشان تعمل تخلي الحاجة تتواكب مع التاتش العصر. بتاعك بقى الفاشن بقى. تخليها تتواكب مع العصر. لقيتي صعوبة أول ما بدأتي في مجال الأزياء التراثية؟ مش صعوبة بمعنى صعوبة، بس يعني إيه، ماشي أنا عملت الحاجة دي برضو وبدأت أتجه زي ما هم، طب هبديها فين؟ بدأت بقى أبحث وأشوف، طب إيه ممكن أسجل نفسي فين؟ طب هنا طبعا جنوب سيناء، طب أسر منتجة، طيب ماشي، طيب على نطاق اوسع. بقينا بقى نشوف بقى موضوع معارض، موضوع ننزل بازارات برضو، موضوع ننزل الدي اللي بيتعمل هنا بالقاهره، علشان خاطر يعني الحال الناس تشوف الحاجه وبالتالي يبقى عليها اقبال. هل هي كده متناسبه او مش كده، ماشيه مع الذوق العام ولا مش ماشيه مع الذوق العام. طيب جيهان، حابين نتكلم بقى على الحاجات الجميله اللي انت جايبها لنا النهارده. انا شايفه انت جايبه كوليكشن حلو جدا، نتكلم عنه. نبدا بالقطعه اللي جنبي دي. دي عبايه بطرحه بتاعتها، بتنفع مثلا كمشوار سريع، مقابله ضيوف. اولا انا حاجتي كلها صناعه مصريه. اقطان كمان يا جيهان؟ اقطان. دي قطن. طبعا السيدات في العمره وفي النادي في استقبال رمضان، الحاجات دي كلها بتبقى يعني سهله اللبس على طول وعمليه جدا. تمام. طيب معانا قطعه تاني حابين نتكلم عنها. القطعه دي ده جيليه كده، ممكن مثلا بيتلبس بقى عليه اي حاجه من الالوانات المتداخله فيه. بتعملي منه كذا طقم، بتغيري طبعا البنطلون بالبادي اللي تحت بطرحه او من غير طرحه او كلام، نفس في الالوانات اللي فيه، بيبقى هو قطعه واحده من فوق وتحتيه بقى بتغيري عليه كذا. طب جيهان، حابه اسالك، انت لما بتنفذي اي قطعه يعني بتحددي فئه عمريه محدده ولا بتعملي لكل الاعمار؟ لا، في حاجات بحدد لها مثلا فئه عمريه محدده، زي مثلا او انا بشتغل اكتر الحاجه بتاعتي الفئه العمريه من 20 سنه لمثلا ل 45 سنه، بحيث ان هي دي ممكن تلبسها البنت والسيده يعني ممكن برضو ايه، عشان شغل هاند ميد عالي شويه وقيم، فممكن قطعه واحده يعني البيت مثلا او قطعتين في البيت كله يتداولها. طيب القطعه دي
كلمينا عنها. دي طبعا بلوزة، وانا بعمل الشغل بتاعي كله زي وان سايز كده عشان برضو يتناسب مع جميع الاحجام، لان عندنا الاحجام المليانة ورفيعة. تمام. وبدأت احط المتيفة السنوية وادلعها شوية باللي هي بالكوين اللي موجودة دي نحاس. تمام. طيب انا حابة اسألك سؤال، ازاي دلوقتي اي سيدة تتعامل معاها؟ تتغسل عادي ولا تحافظ عليها ازاي على اساس الكوينز دي ما تقعش منها؟ لا، هي بتحطها في الغسالة عادية جدا، بس ما بتعملش عليها عصر. عصر؟ يعني تغسلها عادي؟ تغسلها عادي جدا وبتحط في الغسالة، بس ما تعملش عليها عصر عشان بس الكوين. تمام. كلمينا بقى الحاجات اللي على الترابيزه قطعه قطعه كده نبدا نتكلم. انا شايفه ان انت عامله نظام البرقع برضو. البرقع ده ممكن ان احنا نستخدمه اولا حاجه هنا بطريقه معينه في اللبس، مثلا لو هروح سهره هو انا حابه ان انا بصراحه اجيبه. ممكن كلميني عنه. البس حاجه عاديه يعني ممكن يتلبس كده واربطه من ورا، يتلبس كده كده ويبقى على تحت اي حاجه، على حاجه تكون ساده بقى. ساده. تمام. يديها برضو روح. وفي بنات ممكن تصور عليه، في بنات بتاخده للتصوير بس او تحضر بيه، مثلا هنا في مصر بيعملوا، او في ناس يعني يا جيهان بيلبسوه كتصوير مثلا كده. بس لا، فوق شويه كده. لا، الازرق ده هنا وهو في خط تحت الازرق. أيوة. انت قصدك كده؟ ايوه كده. زي النقاب. بياخد منك وقت قد ايه؟ لا، ده ما بياخدش يوم يومين، ما بياخدش منك حاجه. طيب افكارك بتجيبيها منين يا جيهان؟ انا شايفه ان انت كل قطعه ليكي فكر مميز فيه. بتجيبي الافكار منين؟ في افكار بالفعل هي كانت متواجده، يعني المتيفه معينه او الرسمه المعينه دي، الرسومات كلها دي عموما دي بتاعه السيدات البدويات، ودي يعني بتنم الحاجات كتير جدا، بتنم القبائل، رسمه معينه لقبيله معينه، لون معين لسيده. يعني كل قبيله ليها رسمه محدده بلون محدد. لون محدد. وفي مثلا البنت او السيده او المتزوجه او المطلقه بتيجي عند الغرزه واللون، ممكن بتعمل الوانات معينه بيبان، بيتعرف ان دي مطلقه. أيوة، مطلقه دي بنت لسه، ان دي لسه قابله على الزواج. يعني من الغرزه بيبان، ومن لون الخيط والالوان. تمام. انا شايفه كمان انت عامله نظام بوك. اوكي. بحيث ان برضو ان انا حابه ان المنتج السيناوي يبقى مثلا مع كل سيده او مع كل بيت او في كل بيت مصري. بدل ما احنا الصين غازت عندنا في كل حاجه، البيوت المصريه كلها، فبدات ان انا افكر طب خلاص انا كمان بمنتجي اللي هو المصري 100% يعني كل بيت يبقى فيه قطعه على الاقل سيناويه. بوك بقى، جراب موبايل، شنطة. بس فعلا يا جيهان انا شايفة ان انت مش مقتصر على الازياء بس، انا شايفة كمان انت دخلتي فعلا البوك، عاملة حاجات زي ميداليات. دي لا، دي برضو دي منها في الجزء ده، بس انا مش جايباه معايا في الجزء ده، عاملاه منه كميدالية. ده حاجة زي اكسسوري كمان. ايوة. وده اكسسوريز برضو بيتلبس زي ما قلنا طريقة البرقع كده، برضو على اي نوع من انواع اللبس بيديه برضو اناقة وشياكة. تمام. اكتر. وانا شايفه كمان انت عامله على الانتريه. ده احنا بنستخدمه في الحاجه الطبيعيه بتاعته ان هو كشال، لكن في ناس جم قالوا ان احنا عايزين نحط حاجه من الطابع العربي على الفوتيه، فبدات اقول طب ماشي هو كشال، وممكن يعني ممكن لما يتعمل يعني ممكن نستعمله للحاجتين، انتري او ممكن كشال. او ممكن كشال. طب حلو جدا. انا شايفه الافكار كمان جميله. بنعمله للترابيزات، لمقعد عربي بنعمل عليه برضو الشغل السيناوي. بيبقى طبعا كل الحاجات دي بتدي للمكان العراقه، الاصاله، الطبيعه المصريه. برضو عامله نظام خدوديات. كوشنز. الكوشن دي برضو بنعملها، وانت بقى كل سيده بتحطها في بيتها بالطريقه، في ناس بتحطها كديكوريشن كده زي كده على الارض، في ناس بتستخدمها بتحطها على الفوتيهات، في ناس بتستخدمها كوسايد حسب ما كل واحده عايزه تستعمله ازاي. طيب انا شايفه كمان انت عامله مثلا نظام شباشب. كلمينا عنه. وجات لك الفكره برضو منين؟ يعني اللي دخلنا من الازياء للشباشب،
انت عايزه تلمي المراه المصريه بكله. ايوه انا عايزه اعمل طقم كله على بعضه. يعني تلبس كله تراث من جوتو زد سيناوي. لا بس حلوه جدا الفكره اللي انت فعلا كله يبقى لبس تراثي. ايوه بحيث ان مثلا في هنا في حاجات بدات انا يعني زي ما بقول لحضرتك انا ببدا اشوف الدنيا ماشيه ازاي وبتجه اليها. بقيت الاقي ان في مدارس وفي جامعات بتعمل ايجيبشن داي. طب ليه ما انا مش في الايجيبشن داي ده ما بقاش لابسه كل حاجه تراثيه وكل حاجه مصريه. فعملت بقى من الرجل لحد الراس ممكن السيده البسها او البنوته البسها شغل مصري سيناوي اصلي في عراقه ويدل على ان مستوحى مع الاسم ايجيبشن داي. يبقى نلبس كله لبس مصري. لبس مصري تمام. بياخد مني القطعه ديت قد ايه؟ يعني بياخد مني وقت قد ايه في تنفيذ القطعه زي دي؟ لا هو بص الحاجات دي كلها ما بتاخدش وقت. يعني ممكن يومين ثلاثه بعمل كميه. وبتوفري كل المقاسات يا جيهان؟ بوفر كل المقاسات لان هنا الحمد لله زي ما بقول حضرتك ان هنا في القاهره بننزل احنا طبعا نشتري كل المواد الخام منها في المناطق مثلا زي باب الشعريه زي الازهر زي الحتت دي. فبتبقى مخصصه يعني باب الشعريه مخصص للجلود وللي هي بقى المقاسات بقى. الباكج بيجي مقاس من 37 ل 41 في السليبر والصابو والشوز والحاجات دي كلها بتيجي منها مقاسات. فبيبقى عندي المقاس من 37 لحد 41 ما بياخدش مني 3 4 ايام بما اني انا عامله القطعه اللي انا بجهزها بركبها على طول وبشتري الجلد من هناك وبمكن وبعمل كل حاجه وانا طب في ايه الصعوبه اللي قابلتك وانت بتشتغلي ازياء تراثيه؟ الصعوبة اللي قابلتني وانا بشتغل الازياء دي ان التسويق اسوقها ازاي. اول حاجة التسويق. وما زلنا هي الصعوبة اللي مشكلة كل الفنانين الهاند ميد التسويق. التسويق تمام. طيب كنت عايزة اسأل برضو على المواد الخام هل بتلاقوها بسهولة واسعارها ايه؟ هي المواد الخام موجودة بسهولة بس اسعارها يعني بقى لها كتير في الطالع في الطالع في الطالع على طول. يعني ما بتروحيش مره تشتري الحاجه بنفس سعر المره اللي قبلها اللي انت اشتريتي بيها. طيب بنتكلم تاني عن القطعه دي لان انا شايفه الواناتها مختلفه جدا. القطعه دي بقى دي حكايه و ما جذبتني. القطعه دي اساسا دي ده بقى التوب السيناوي الاصيل. ده السيناوي الاصلي. ده التوب السيناوي. التوب السيناوي ده بتشتغله السيده من وهي طفله. لحد ما بتحضر بيها يوم العرس بتاعها. لا استني يا جيهان انا عايزه افهم بقى هو القطعه دي انت بتعملوها بايديكم ولا بتشتروها جاهزه؟ دي. حاليا حاليا دلوقتي بقت جاهزه عند سوري في يعني هقول كلمه هي حاجه جميله عند العجايز هم بيقولوا كده. العجايز دي الست البدويه اللي بتشتغل بايديها الكبيره اللي هي فعلا عملت ده من وهي صغيرة علشان تحضر بيه العرس بتاعها. طب حلو جدا جدا. تمام. طيب كلمينا بقى على بقيته. طبعا ده بينتمي برضو لقبيلة معينة وحاجة معينة والكل فيه الحاجة بتاعته بياخد من السيدة وقت ممكن طبعا اللي هتعمل توبس حاليا زي ده بس مش هيطلع بنفس الدقة دي بياخد سنة شغل. سنة؟ سنة شغل. كتير جدا. لان احنا شغلنا قائم على العدد مش انا مش قدامي باترون وماشي عليه او قدامي ان انا برسم رسمه وببدا ان انا اعملها. الرسومات والحاجات دي بتبقى من تخيلي او الاسطمبه اللي احنا متعودين عليها بس ما بتطلعش صح غير انها لازم اعدها اعدها على الماتيفا زي اللي هو الايتامين هنا بتسموه بالقاهره. ماشي. ده بتبقى الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها الشغل اللي هو بنبدا نعد الغرز طالع كام ونازل كام هفرع كام هدخل كام وزي ما ببدا في الشمال بكمله باليمين بحيث ان انا اعمل تناسق الالوان ايه مع بعضها. طيب بقى كنت عايزه اسال برضو هي قطعه زي ديت يعني اي حد ممكن يلبسها اي سن محدد اي عمر محدد؟ دي بيتلبسوا حاليا بتتلبسوا دلوقتي الفاشن بقى والصيحات والحاجات اللي بتحصل دي فالحاجه دي دلوقتي مطلوبه كتير جدا. في اي وقت ممكن تلبسه؟ معظم الوقت اللي ممكن تلبسه فيه التوب بالذات علشان حاجه مناسبه هتحضر ممكن لكن مش شغل الصبح لا او بنت تروح بيه جامعه لا 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 خالص لا. طيب التوب الكامل كده لا ما يعني اخر النهار اخر النهار اخر النهار. طيب عايزه اسالك برضو ايه الجديد
في 21 بقى احنا خلاص داخلين، كل سنه وانت طيبه وكل الساده المشاهدين طيبين، داخلين خلاص على سنه 2021، ايه الجديد في اللبس التراثي؟ هل بيختلف كل سنه؟ اه بيختلف كل سنه، انا بشوف الدنيا ماشيه ازاي ببدا امشي معايا. طبعا السنه دي الحاجه ماشيه جلد، فبالتالي فعملنا جلد على قطيفة، عملت جلد زي ما انا حامله كده وعلى قطيفه وحطينا برضو عليه الشغل السنه. ما انا بشوف الجديد الازياء ماشيه ازاي وببدا انا اسستم الشغل بتاعي عليه علشان اطلع بنفس الحاجه، لان خلاص الناس كلها الجديد جلد يبقى كله هيلبس جلد. طب ما انا شغلي سيناوي، طب هعمل ايه؟ يبقى ابدا اطعم الجلد بالسيناوي علشان خاطر يشتغل معايا والناس تتقبله. تمام. طيب بتلاقي صعوبه في تنفيذ القطعه نفسها، او تيجي مثلا تعملي حاجه بعد ما عملتيها لقيتي ان هي لا طلعت مش زي اللي في دماغك خالص، بترجعي تفكيها تاني؟ دي بتحصل طبعا، ده لاي حد بتحصل. بس علشان دي بتبقى فيها روح وفن، ممكن انا بعمل حاجه بصيت لقيتها انها ايه يعني مش جذباني قوي بسيبها، ممكن اعرضها ابص الاقي ممكن يجي عليها اقبال ولا لا. لو ما جاش عليها الاقبال، لان اختلاف الاذواق ده لولا اختلاف الاذواق لبرت السلع، صح، ممكن هسيبها. الاقي بقى ايه لو عليها اقبال خلاص اوكي ماشي. وبعدين انا الحمد لله انا كمثلا كجيهان او البراند بتاعي او كلام، بعمل مثلا من القطع اللي انا بعملها مش اكتر من 6 قطع الحاجه اللي انا بنفذها زي. تنفذي منها 6 بحيث ان انا اميز السيده اللي هي تلبس من عندي، ما يبقاش حد تاني لابس زيها. تاني حاجة بحيث ان انا برضو بجمع عليها اراء الناس ايه، هل ده ماشي ولا ده مش متناسب معاهم. وبرضو بيحكمني ان انا لازم انا اطلع قطعة عليها شغل يدوي وبسيطة في السعر وتتناسب مع كل الاعمار وكل الفئات، علشان خاطر انا مش هعمل منتج واركنه، لان خلاص احنا اصبحنا الحياة الناس بقت تشوف اولوياتها ايه. والشغل الهاند ميد طبعا ده حاجه يعني عظيمه طبعا. وبعدين يعني ايه، الناس لما بتاخد قطعه هاند ميد انت مش بتاخد حاجه انت كده شاريها، لا انت بتاخد مجهود كمان فنان او حد شغلته تعب فيه فعلا. بتاخد مني وقت من بيتي ومن ولادي ومن صحتي وبتاخد مني فكر، انا قعدت افكر علشان اطلع لك الحاجه دي، انت وانت لابسها الناس تنبهر بيها. طيب الناس عندها دلوقتي ثقافه قيمة الفن اليدوي؟ الأقوال يعني الأخيرة. أنا دلوقتي بشتري قطعة، الناس اللي بيشتروا القطعة دي عندهم فهم وثقافة إن القطعة دي أنت تعبانة فيها وبيقدروا يحافظوا عليها؟ مش كل الناس، بس في الأونة الأخيرة يعني من 2-3 كده بدأ إن في ناس فعلا تفهم الهاند ميد، إن دي قطع هاند ميد. طبعا ده أنا بتكلم هنا على المجتمع المحلي، لكن المجتمع الخارجي أو بره الأجانب أو السياحة طبعا بيقدروا الشغل الهاند ميد ده لما بيجوا حتى بيبصوا بيتعاملوا معاه بشياكه جدا جدا جدا. جيهان انا لاحظت فعلا يعني كل ضيف يكون معايا ان المشكله الاساسيه في الهاند ميد هو التسويق. حابه دلوقتي اقول لكم يعني دكتور عبد الحميد توفيق ان شاء الله رئيس القناه هو يتبنى التسويق الهاند ميد كله من خلال البرنامج، وان شاء الله الفتره الجايه هيقدم لكم مفاجات كتيره جدا هنعلنها في البرنامج. هو معايا فعشان كده قال لي قولي لهم ان التسويق هيبقى اساسي معانا ان شاء الله. والله يا ريت، احنا من 2020 طبعا بتعانوا من كل بتوع الهاند ميد، ودي حاجه معلش يعني الدوله ما بصتها لناش. الدوله بصت للعمال وعملت لهم مثلا 4 شهور او 5 شهور احنا كناس بتشتغل هاند ميد. وبعدين انا بطلع المنتج ده معايا كام حد ورايا بيشتغل، الدوله كتير طبعا ما تعلمش عنه شيء. فاحنا قعدنا سنه ما بنشتغلش من تراثنا اكتوبر بتاع 2019 لحد تراثنا 2020 اكتوبر 2020 ما اشتغلناش. لا كان في بعديه ديارنا اشتغلنا لحد من شهر 12، وبعد كده ما اشتغلناش ولا اوبن داي ولا اي هي خاصة نوادي كمان يا جيهان عشان كورونا الفترة عشان دي عشان خاطر كورونا قفلت الدنيا شوية. ودلوقتي القرار طالع امبارح برضو المهرجانات والحاجات دي، طب احنا فين؟ احنا انا عايزه بصراحه هو يعني هو اقعد مع اي رئيس الوزراء. طب هو احنا المشكله لا هو سياده الرئيس هو فعلا مهتم بالحرف اليدويه بدليل ان هو بيعمل تراثنا، بس هي المشكله ان ظروف البلد اليومين دول وظروف كورونا هي اللي قافله الدنيا. ايش احنا ممكن نعمل حاجه
وناخد كل الاحترازات، لان احنا بنموت مش مشكلة. ايوه مشكله مشكله، لا الحاجات دي بتموت، والناس كمان اللي هي بتصنعها وبتنتجها برضو خلاص، يعني خلاص كله وصل ان هو طب هتصرف ازاي، طب حتى لو هجيب كارد طب هسد الكارد منين، صح. طب هشتغل وهنتج وهركن جنبي طب ايه. وبعدين احنا الشغل بتاعنا مواسم، سيزون شتاء، لو عدى مني الشتاء طيب خلاص على هو ده بيحركني بيشتغلني عشان اشتغل شغل رمضان، طيب فين الدنيا راحة بينا فين، احنا مش عارفين بس احنا واقعين. فاحنا بنلتمس بقى ان يعني ايه يبصونا باتجاهات الاخرى، ماشي ناخد كل الاجراءات الاحترازيه ونمشي زي ما غيرنا، لان احنا ده احنا يعني عدد عددكم فعلا كبير يعني إيه، مش صغير. مش عايزه اقول مش عايزه اقول رقم عشان انا مش عارفه مش كل الناس كويس. ايوه صح. لكن احنا عدد كبير جدا كبير جدا، ده اللي في البيت بتشتغل، واللي سوري يعني مثلا ايه زي تحت السلم بتشتغل، هنا بتشتغل هنا بتشتغل هنا بتشتغل، القاهره اسكندريه الجيزه اسوان كله بيشتغل، كله سيدات بتشتغل هاند ميد، سينا شمال وجنوب وسط كله بيشتغل هاند ميد، لان هي دي بقت، هي بقت ايه احنا ايه جت كده فرقعه من 2000 بعد الثوره، ان كل الناس بدات تقول فعلا. الشغل الهاند ميد شغل الهاند ميد، الناس كلها بدات تشتغل، الناس كلها بدات تتعلم، وبقينا ندي كورسات وكلام من ده، وهوبس كبيع مفيش بقى. بشكرك يا جيهان، وان شاء الله نقدر نوفر من خلال البرنامج، هنعمل لكم معرض زي معرض كده اونلاين معانا، وتعرضوا منتجاتكم، وكمان ننزل ارقام تليفوناتكم على الشاشه على اساس اللي يبقى فيه زي معرض. فان شاء الله بشكرك يا جيهان جدا، وبجد الموديلات بتاعتك جميله جدا، وحاولي ان شاء الله تكوني معانا فقرات تانية ونعرض حاجات احسن باذن الله. بشكرك يا جيهان، ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا.